انت لسه ما صبتش في النقطه. عرف نفسك. اشرف عبد الغني المحامي عضو لجنه الحريات. انا دلوقتي متوجه الى السيد النائب العام لتقديم بلاغ بخصوص تعذيب احد المجنى عليهم الاخ سيد 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 احمد حسن سيد عبد الحميد. يا سيد معلش بعد اذنك التعذيب اللي تعرضت له ايه؟ اتفضل امسك المايك. وانا اصلا اول ما اتقبض عليا يعني في امن الدوله في زغلي تعرضت لتعذيب بشع يعني. تعذيب مش معتاد يعني، لان كان بيغلي ميه ويدلقها على رجلي. وبعدين الموضوع ده كرره كذا مره. سنه كام ده الكلام ده؟ الكلام ده 93. انت كنت كام سنه؟ انا 15 سنه. 15 سنه. خرجت قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ لا قبل الثوره. بعد ايه؟ سنتين. سنتين. وانت دلوقتي متوجه للنائب العام عشان اقدم في التعذيب اللي حصل سواء في التحقيقات او بعد كده اثناء السجن بقى. حفلات الاستقبال والضرب والبهدله. طب عايز ضباط معينين يعني على ضد التعذيب؟ يعني هتقول اسمهم ولا تحتفظ بيهم؟ لا احتفظ بيها لحد ما. بالنسبه للقضايا اللي من هذا النوع احنا طبعا بالنادي بعدم الافصاح عن اي معلومه بخصوص هذا الشان نظرا او حرصا على مصلحه المجنى عليهم، فعدم اذاعه اي خبر عن هذا الامر حتى لا يؤثر في سير التحقيق ولا يعرض ايه مصلحتهم او الغايه اللي بيسعون اليها الى الضياع او الاهمال. شكرا.